بالتأكيد يعني أجواء رائعة في معسكر نادي الأهلي كالعادة، في حالة من التركيز والجدية شفناها على وشوش اللعيبة، شفنا كمان تواجد الكابتن محمود الخطيب أحسن رئيس نادي في مصر مع اللعيبة، متداخل معاهم، ما بيسيبهمش لحظة، بيدعم اللعيبة حتى في الصعاب، وده اللي احنا متعودينه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأفضل رئيس نادي في مصر. المهم اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم، الأجواء دي النادي الأهلي مر بيها قبل كده وأصعب كمان. لو تفتكروا حضراتكم الوداد في المغرب، ماتش الوداد في المغرب والنادي الأهلي تخطاه على أرضه، لو تفتكروا حضراتكم التاسعة قضية قفشة في التاسعة برضو النادي الأهلي تخطى وكسب البطولة، بعد كده شفنا ماتش الهلال السعودي وبرضو الأهلي كسب، وصلنا لحد كسب إيه ده، كسب مكسب كبير قوي ولقن الهلال السعودي يعني درس قاسي، بعد كده دخلنا على كمان الرجاء في السوبر، لو تفتكروا حضراتكم كان الرجاء متقدم وبعدين حصل استفزاز كده من احد لاعبي الرجاء، ولكن الرد كان سريع جدا 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 من طاهر محمد طاهر، وقدر في اخر ثانيه يجيب هدف التعادل والنادي الاهلي كسب السوبر الافريقي بركلات الترجيح. فالمواقف دي عدت كتير على النادي الاهلي. اللي احنا شفنا ان اللعيبه مركزه، يمكن معانا على الشاشه اهي لعيبه وهي داخله الاتوبيس ومستعده انها تروح لملعب المباراه ان شاء الله رب العالمين. الجمهور اتكلمنا عنه، الجمهور هو سلاح الرجاء المغربي نمره واحد، جمهور حماسي جدا، جمهور تشجيعه جنوني جدا، ولكن النادي الاهلي متعود على الاجواء دي. اكيد مستر موسيماني اتكلم في حاجتين او جهز اللعيبه على حاجتين، في تجهيز واعداد نفسي للتعامل مع المباريات ديت وخصوصا مع الحشد والحماس الجماهيري المتوقع والبدايه اللي هتبقى ناريه من الرجاء المغربي مستغل الدعم الجماهيري اللي حضراتكم هتشوفوه على الطبيعه. اكيد مستر موسيماني اتكلم مع اللعيبه وهيئهم من الناحيه النفسيه ازاي يتعاملوا مع المواقف دي او مع الموقف ده. تاني حاجه اكيد اتكلم مع اللعيبه على بقى المستوى الفني والمستوى التكتيكي، دي بقى حاجه راجعه لمستر موسيماني. النهارده الناس تقول لك ايه يعني، طب النهارده مستر موسيماني هل هيلعب زي الماتش اللي فات؟ طب هل هنشوف قفشه؟ طب هل هيلعب زي ما عودنا قبل كده في الماتشات اللي هي الصعبه شويه او اللي عايز يقفل فيها بثلاثه في نص الملعب؟ ده اللي هنشوفه وهنتكلم فيه مع نجومنا الكبار اللي هيشرفونا كمان شويه. خلينا نروح نشوف مشوار النادي الاهلي في البطوله ومشوار نادي الرجاء في البطوله، معانا جرافيك اهو وهنقول لحضراتكم مشوار الاهلي. اولا نادي الاهلي بدا طبعا من الدور الثاني، الدور الثاني لعب جندر ميري ناشونال وتعادل 1-1 هناك وكسب بطل النيجر وكسب ماتش العوده 6-1، وبعدين في دوري المجموعات لعب مع الهلال السوداني اولا في السودان وتعادل مع الهلال السوداني هناك 0-0، وبعد كده النادي الاهلي لعب في مصر مع سان داونز جنوب افريقيا انتهت بفوز سان داونز 1-0، وبعدين النادي الاهلي لعب مع المريخ السوداني كسب 3-2، لعب ماتش العوده مع سان داونز في جنوب افريقيا وسان داونز كسب مره ثانيه 1-0، لعب النادي الاهلي مع المريخ السوداني والنادي الاهلي برده كان في مصر، المريخ السوداني كان واخد ملعب استاد السلام هو ملعبه والنادي الاهلي كسب 3-1، وبعدين النادي الاهلي كسب الهلال السوداني 1-0، وبعدين في دور الثمانية نادي الأهلي كسب في ماتش الذهاب الرجاء المغربي 2-1. مشوار الرجاء بقى في الدور الثاني لعب مع أويلرز ليبيريا بطل ليبيريا، في ليبيريا نادي الرجاء كسب 2-0، في مباراة العودة نادي الرجاء كرر فوزه مرة ثانية 2-0، وبعدين لعب مع أمازولو بطل جنوب أفريقيا في المغرب نادي الرجاء كسب 1-0، ولعب مع وفاق ستيف الجزائري في الجزائر في دور المجموعات برضه نادي الرجاء كسب في المباراة الخارجية خارج ملعبه 1-0، وبعدين نادي الرجاء لعب مع حوريا غينيا حوريا كناكري الغيني على ملعبه كسب 1-0، والخسارة الوحيدة اللي تلقاها نادي الرجاء المغربي مباراة العودة مع حوريا كناكري بطل غينيا 2-1، ودي الخسارة الوحيدة اللي حصلت لفريق الرجاء المغربي. لعب بعد كده مباراة العودة أمام أمازولو في جنوب أفريقيا ونادي الرجاء كسب 2-0، بعدين لعب على أرضه
مباراة وفاق ستيف بطل الجزائر والرجاء المغربي كسب 1-0، ثم أخيرا لعب مباراة الأهلي المصري على أرض النادي الأهلي بالطبع، والنادي الأهلي فاز 2-1. معنا برضو تاريخ مواجهات نادي الأهلي والأندية المغربية. نادي الأهلي لعب مع الأندية المغربية 26 لقاء، نادي الأهلي كسب 11، تعادل 9، هزيمة 6، له 33 عليه 23. وبالطبع هتبقى الأرقام معكوسة للأندية المغربية، لعب برضو 26 زي النادي الأهلي، ولكن فوز 6، تعادل 9، هزيمة 11، له 23 عليه 33. خلصنا كلام، خلصنا أرقام، قدامنا 90 دقيقة في الملعب. خلينا متفائلين، أنا بحب دايما التفاؤل، بحب دايما إن أنا أبقى واثق في لعيبتي. زي ما شايفين نسبة التركيز، أنا بقول لحضراتكم أنا ببص على وجوه اللعيبة، تحس إن في تركيز، في قلق، وده عادي جدا جدا قبل المواجهات ديت. وعلى فكرة إحنا حتى لما بنلاعب فرق صغيرة في الدوري المحلي أو في المسابقات المحلية برضو بيكون عندنا القلق ده، وبرضو بيكون عندنا الانطباع إنه ماتش صعب جدا. عشان كده النادي الأهلي مختلف، عشان كده النادي الأهلي غير، عشان كده النادي الأهلي كبير، عشان كده لما تيجي تتكلم على النادي الأهلي تتكلم وتعظم وتقول النادي الأهلي العظيم، النادي الأهلي صاحب الأرقام القياسية، النادي الأهلي صاحب الإنجازات، النادي الأهلي صاحب البطولات، وقبل كل ده صاحب القيم والمبادئ. شايفين حضراتكم معانا في الصورة لعيبة النادي الأهلي وهم في طريقهم لملعب المباراة إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. إن شاء الله بداية صعبة، بداية صعبة، والبداية خلوني أكلم حضراتكم عن البداية في الماتشات دي. خلي بالكم البداية بتبقى مرتبطة بمؤثرات خارجية واللي هو عامل الجمهور، ولكن لعيبة النادي الأهلي زي ما قلنا عندها من الخبرات اللي تقدر تتعامل مع الأجواء دي. نادي الأهلي إن شاء الله أنا متفائل جدا، لو عدينا أول تلت ساعة أو أول 25 دقيقة بإذن الله، بإذن الله نحافظ على شباكنا، وإن إحنا نقدر إن شاء الله نصعب الأمور على الرجاء المغربي ونقدر نخطف جول بإذن الله. إن شاء الله السيناريو اللي حطه المدير الفني للفريق المغربي وجماهير الفريق المغربي إن شاء الله كلها تتغير لصالح النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. النهاردة مستر موسيماني يفاجئ الفريق المغربي ويفاجئنا إن شاء الله. تعودنا دايما مستر موسيماني بيفاجئنا في الماتشات اللي زي دي. مستر موسيماني الفترة اللي فاتت كان عليه هجوم كبير جدا جدا جدا، ولكن في بعض الأوقات أنا بشوف إن الهجوم ده غير مبرر على الإطلاق. يعني الراجل يكسب يتهاجم، الراجل يتعادل يتهاجم، الراجل يخسر يتهاجم، ماشي يخسر يتهاجم ماشي، بس حتى الهجوم لما تيجي تهاجم برضو الهجوم لازم بعقلانية شوية. الأخطاء موجودة وهتفضل موجودة الأخطاء، ولكن لما نيجي نتكلم نتكلم بعقلانية، نتكلم باللي احنا شايفينه مش باللي حد بيضغط علينا بيه علشان نقوله. هو ده جمهور النادي الأهلي، هي دي عظمة جمهور النادي الأهلي، ورا فرقته في كل مكان، مش هو اللي بيهاجم عمال على بطال، لا. ولكن اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم بإذن الله بإذن الله بإذن الله البداية هتفرق جامد جدا 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 مع لعيبة النادي الأهلي النهارده. البداية هتفرق كويس قوي، وزي ما قلت لحضراتكم أكيد كان في تهيئة نفسية كويسة قوي من مستر موسيماني للعيبة النادي الأهلي في التعامل مع بداية ماتش النهاردة. لكن النهاردة بإذن الله إن شاء الله هنشوف ماتش مختلف عن مصر.